سلسلة مطاعم مبروك، كل اللي نفسك فيه هتلاقيه. الفرع الرئيسي 6 أكتوبر الحي 11 شارع التعاونيات عمارة 64. هذا البرنامج برعاية خير عليكم جميعا في حلقه بدايه الاسبوع من مطبخ النجوم، زي ما عودناكم كل حلقه باكل جديد ولون تيشيرت جديد وموضوع مختلف نجود فيه مع بعض. ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحه الشيف رفعت موسى بالعربي، او كلمونا عن طريق عن طريق التليفونات بسعر المكالمه العاديه موبينيل لموبينيل واتصالات لاتصالات وفودافون لفودافون، ورقم الاستاذ جمال عبد العظيم اللي هيبقى موجود معانا على الحلقه. اللي عايز بقى يكلم استاذ جمال بعد الهوا هو ده رقمه يا جماعه. ما بعرفش اجود انا عم جمال على طول. الحمد لله على السلامه. السوليه جامد متاخر ليه؟ جو حر بقى النهارده. النهارده السبت بقى هنعمل حلقه مميزه، النهارده اول الاسبوع ودرجه الحراره 34. الاهلي هيلعب النهارده، كل دعوات الشعب المصري للاهلي هيلعب النهارده ان شاء الله يقدر يعوض. الموضوع صعب بس ما فيش صعب على الاهلاويه، وان شاء الله الزمالك يكسب بكره برضه، هيلعب بكره وان شاء الله اللي جاي للكره المصريه احسن وافضل باذن الله. طيب النهارده بقى سريعا قبل ما اقول المنيو وهنتكلم في ايه، احنا داخلين على امتحانات نهايه العام الدراسي. كل سنه وانتم طيبين. طبعا في بعض الاطفال اللي هم في بدايه في الابتدائيه وكده هيبداوا الاسبوع الجاي على ما اعتقد، وبعد كده هنخش على رمضان برضو اخواتنا هيمتحنوا، فان شاء الله يقضوا كده او امتحانات تبقى سهله وفي متناول الجميع وكلنا نقدر او اولادنا يقدروا يجيبوا درجات كويسه ان شاء الله. طيب نتعامل بقى مع اولادنا ازاي وقت الامتحانات. طيب احنا عندنا مشكله من صغرنا كلنا، اللي احنا اهالينا متخيلين اللي كتر المذاكره هي اللي بتعلم مستوى الطفل. ابدا ابدا ابدا، هذه معلومه خاطئه يا صديقي. طيب نعمل ايه بقى عشان اولادنا يعني اللي بيذاكروه يبقوا مركزين فيه؟ لازم شويه مذاكره، يفصل شويه، ما تمنعوش عن التلفزيون. معظم اخواتنا اللي بيتفرجوا علينا يقول لك لا فتره الدراسه احنا بنقفل التلفزيون خالص. ما ينفعش، لازم الطفل او التلميذ يفصل عن المذاكره. المذاكره مش بالكميه مش بالوقت، لازم يتنوع، ياكل كويس، ينام كويس، يقضي وقت كويس وبعدين يذاكر. انما كل الوقت مذاكره او ازنقه في اوضه واقول له ذاكر لا هتروح تلعب ولا هتخرج، لا، لازم يذاكر شويه، يلعب شويه، ينام شويه، ياكل شويه، الامور تمشي كويسه. بالله عليكم اللي كانت اهالينا بتعملوا معانا واحنا صغيرين اللي هم بيزنقونا لا تذاكر وذاكر انت ما بتلعب ليه او مش عارف ايه، يا جماعه لا يمكن العقل يستوعب. خليك انت حتى مركز في اي حاجه كده دماغك يتعب منها. طب لو شويه هنا وشويه هنا تلاقي الدنيا تمشي وبتخرج نفسك من المود والكبت والاسترس اللي انت فيه. يبقى تذاكر شويه، تريح شويه، تلعب شويه، تتفرج على التلفزيون شويه، بس في المجمل اللي انت بتغير جو او بتعمل بالانس في الوقت بتاعك. فبالله عليك نتعامل مع اطفالنا او تلاميذنا بحنكه شويه في التعامل. المذاكره مش بالوقت الكبير، زائد ننام بدري، نصحى بدري، ولادنا قبل ما يروحوا المدرسه الصبح ياكلوا موز او تفاحايه. ليه التفاح الاخضر بيعلي نسبه ذكاء الطفل؟ ليه التفاح الاخضر بيعلي نسبه ذكاء الطفل؟ يشرب اللبن بتاعه قبل ما يروح صغير او كبير. ننام بدري، لو نمنا بدري وصحينا في ميعاد المدرسه الساعه 6 الصبح هنقدر نستقبل اليوم واحنا كويسين. ولادنا عندنا مشكله في ولادنا بنسهرهم كتير. السهر في ايام الامتحانات غلط، ممنوع، مش محبوب، مش مفيد. بالله عليكم خليكم زي ما انا بقول لكم كده، ننام بدري ونصحى بدري، ننام بدري ونصحى بدري فترة الامتحانات أو الفترة اللي هي قبل الامتحانات بشوية. خلي ابنك ياخد قدر كبير من الراحة، يريح جسمه قبل ما يروح. الصبح زي ما قلنا هننظم الأكل بتاعه، نحاول نديله بروتين، نحاول نديله فاكهة، نحاول نديله سكريات، نحاول نديله نشويات. ده كله ضبط الأكل وعدد ساعات النوم، هتلاقي الطفل زيادة التركيز عنده عالية، وللمدرس بيقوله له أو اللي هو بذاكره من الورق أو من الكتب
هو اللي بيخش الدماغ بتاعه. ما تبقاش على طول انت عليه، اعمل ذاكر، روح تعالى ذاكر، قول له لا عندك يعني انت هتستقبل المذاكره او هتفهم لو انت ذاكرت دلوقتي او الوقت مناسب. حاولوا يا جماعه، والله المواضيع سهله، عشان كده تلاقوا ناس كتير بتذاكر وقت كبير قوي وتيجي في الامتحانات او تيجي في الدرجات في نهايه السنه مفيش، وهو كان مقطع نفسه مذاكره. فالمذاكره مش بالوقت، المذاكره مش بطول الوقت. سريعا بقى عشان ما اطولش عليكم، كلموني بقى وقولوا لنا تجاربكم ايه مع اولادكم في الامتحانات، بتتعاملوا معهم ازاي. فتحت لكم موضوع نجود فيه مع بعض في بدايه الاسبوع النهارده. هنعمل اكل ايه سريعا النهارده؟ هنعمل يا سوليه، سوليه لسه جايه متاخر، كفته فراخ. كفته الفراخ بتتعمل ازاي؟ بجيب ربع كيلو صدور فراخ او نص كيلو صدور فراخ مع ربع كيلو شيش او نص كيلو شيش حسب الكميه اللي انت هتعملها، وانزل بيها يا سوليه على الشاشه. جبنا صدور فراخ مخليه وجبنا الشيش، الشيش ده اللي هو ورك الفراخ المخلي، ورك الفراخ المخلي. هنعمل ايه؟ هنضربه في الكبه مع بصل وتوم وفلفل حار وفلفل رومي وبقدونس اخضر، وبعدين هنديله بصمات وزيت وملح وفلفل وكمون وشطه وبابريكا، السهل الممتنع. وبعد كده هنصبحها وننزل بيها في الجريل. يبقى كفتة الفراخ صدور فراخ مع شيش تاووك. شيش التاووك ده اللي احنا قلنا الورك بتاع الفرخه مخلي، هنضربه في الكبه او هتجيبه من عند الراجل الفرارجي مضروب مفيش مشكله. بياخد بصل وبياخد توم، بياخد معلقه زيت، بياخد فلفل حار وفلفل رومي وبقدونس اخضر ومعلقه بصمات وملح وفلفل وكمون وبابريكا، ونبدا نحطه في التلاجة شويه ونبدا نصبع ونحط عليه. هنعمل ايه تاني؟ هنعمل معاه مكرونه ريت صوص ونديها شويه مشروب، وهنعمل شويه سوتيه معاها، اي جزرتين موجودين عندك، اي كوستين موجودين عندك، شويه فاصوليا خضراء وشويه مشروب اللي هم باقيين اللي احنا هنعمل بيهم المكرونه. السهل الخفيف الممتنع. هبدا انا الميه بتغلى اهي اللي انا هسلق فيها المكرونه وهسلق فيها السوتيه السهل، وهوريكم برضو احنا بنعمل الكفته ازاي. كفته الفراخ بتتعمل سهله وخفيفه وكلنا نقدر نعملها في بيوتنا، وبرضو حاجه ممكن ولادنا نعملها لهم برجر او نعملها لهم كفته ياخدوها المدرسه او لما يرجعوا من المدرسه ياكلوها. السهل الممتنع يا خالد يا سوليه هنعمله النهارده، ونوري اخواتنا ازاي بنعمل كفته الفراخ، وكلكم تقدروا تعملوها وانتوا قاعدين في البيت مفيش فيها ادنى مشكله. وانا واقف او انا قاعد في المطبخ او انا شغال في المطبخ، لقيت جزرتين في درج الثلاجه قربوا يريحهم، هنعملهم ايه؟ هنعملهم سوتيه. اللي عايز ياكل سوتيه مع الكفته ياكل، واللي عايز ياكل مكرونه مع الكفته ياكل. السهل الممتنع. والسوتيه زي ما قلنا اي نوع خضار موجود عندك، جزر موجود، كوسه موجوده، فاصوليا موجوده، قرنبيط، بروكلي، اي نوع خضار موجود عندك عايز تعمله سوتيه، هقول لكم الطريقه سهله. يبقى نقطعه كرهات كده صغيره، وبعدين بننزل بيها لمده 10 دقائق في ميه بتغلي واخده ملح واخده معلقه زيت او مش واخده زيت، وبعد كده هبشر لها تومايه واخدها صدمه بزيت زيتون وتوم، واديها التوابل الجميله بتاعتها مع شويه مشروم، احلى شويه سوتيه تقدر تاكلهم. مش شغل مستشفيات ولا حاجه، شغل مختلف يا خالد يا سوليه. معانا مين يا سوليه؟ نروح لمين او ناخد ندى؟ يا ندى، يا ندى، يا ندى، يا ندى ازيك؟ حاولي تكلمينا تاني يا ندى يبقى كتر خيرك. زي ما انتم شايفين يا جماعه مطبخي مختلف عن المطابخ التانيه، اللي هو زي ما بقول لكم اللي احنا كلنا نقدر نعمل الاكل. ادي الكوسه اهي بقطعها تقطيع، اي نوع تقطيع ممكن تقطعه، ما تصعبش على نفسك الامور، هتتاكل هتتاكل. نروح الفيوم وناخد صديقتنا مروه. يا مروه، ازيك يا شيف رشا؟ ازيك يا مروه، اخبارك؟ الحمد لله يا شيف رشا، انا بصبح عليك والله. يا صباح العسليات يا مروه، يا مروه. ربيع عامل ايه يا مروه؟ شكرا ليك والله. انت عامل ايه؟ انا كويس. ربيع عامل ايه؟ الحمد لله كويسين يا شيف رشا. ورشا وشروق، ورشا وشروق ويوسف، الحمد لله كويسين، بيسلموا عليك والله. يا ربي بصبح عليك وبصبح على ام حسن. يا ربي يسعدك يا مروه، وصباح العسليات عليكي، وشكرا لك يا مروه وكل اخواتنا وحبايبنا في الفيوم. السهل الممتنع في الكوسه يا سوليه، اي تقطيعه ما فيش حد يقول لكم اعملها كده ولا هاتها كده، اي تقطيع بنعمله يا خالد يا سوليه بيطلع طعمه حلو وطعمه جميل. وادي الكوسه يا جماعه اهي. ومعانا مين يا سوليه؟ نروح القاهره وناخد ام فاطمه. يا ام فاطمه، الو الو يا ام فاطمه، ازيك؟ الو، ازاي حضرتك؟ ازيك عامل ايه يا سيدي؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟
احنا بنحبك قوي يا شيخ. يا رب يسعدك ويخليكي. الحمد لله. عندك اولاد في الامتحانات ولا ايه؟ انا معايا بنت يا شيخ ما بتنامش الليل كله وتنام بالنهار. الله عليكي، دي مشكله، خلي بالك. انت عودتيها على كده؟ عندها كام سنه؟ يعني هي بتنام الصبحيه الساعه 6 وتنام لغايه الساعه 2 الظهر. عندها كام سنه؟ عندها واحده ماشيه في ال 12. لا غلط عليها، غلط عليها يا ام فاطمه. اقول لك انا شكرا ليكي، سبحان الله. يعني ربنا حتى قال لنا وجعلنا الليل ايه معاشا وجعلنا ايه خالد سوليه الليله سواه يا سوليه، انت مش حافظ كمان يا سوليه. وجعلنا النهار معاشا والليل ايه لباسا، يعني النهار ده يوم شقا ويوم تعب لكل الناس، وربنا خلق الليل للراحه. هتقول لي طب ما في ناس مجبره على كده. يا سيدي لو انت مجبر ماشي، ربنا طبعا يعني عالم بعباده. طب انت لو مش مجبر، فالجسم ما بياخدش راحته غير بالنهار بالليل. عشان كده الناس اللي هي شغاله بالليل وبتقلب بتلاقي فيها هالات سودة تحت عينيها مرهقه، مع الرغم اللي هو بيقعد طول النهار يا خالد سوليه نايم. ويقول لك ده انا نمت كويس، ما نمتش كويس، لان النوم الكويس بيبدا من امتى؟ من الساعه 10 بالليل للساعه 6 الصبح، ده اللي الجسم بيستفيد منه. فهي بتنام بالنهار، حاولي تعكسي الايه او تعوديها اللي هي ما تنامش بالنهار وتنام بالليل. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. ادي يا جماعه زي ما انتم شايفين نزلنا بالجزر اهو، والجزر بننزل به الاول شويه لان هو بياخد سوى اكتر، والمكرونه هي الميه بتتسلق، ننزل بالمكرونه يا خالد يا سوليه. ومعانا حد يا سوليه، نروح هنا وناخد يا ام ياسين. يا ام ياسين، يا ام ياسين، اهلا يا ام ياسين، ازيك؟ الو، ازيك يا شيف رفعت؟ عامل ايه يا ام ياسين؟ انا ليه 3 ايام برن عليك يا حبيبه. يا حبيب قلبي حقك علينا، الحمد لله حقك علينا يا ام ياسين. بقول لك انا دايما بتخانق انا وجوزي بسبب النت. وطي التلفزيون شويه. وطي التلفزيون شويه. شكرا ليك يا ام ياسين. بتتخانق ام ياسين، بتتخانق مع ابو ياسين طول الليل بسبب النت. انا هقول لكم ابو ياسين بيعمل ايه. ام ياسين قاعده في البيت بتحمي ياسين وبتعمل له الاكل وبتذاكر له او تديه المدرسه او بتنظف البيت وبتعمل ليه ابو ياسين الاكل. يرجع ابو ياسين من شغله ياكل اللقمه الجميله بتاعته، يتنه قاعد على الفيسبوك، يبعت لاصحابه او صحابه يبعتوا له، ويعمل لايك وشير لحبايبه ومعارفه، وسايب ام ياسين لا بيسال ام ياسين انت عامله ايه، ولا يومك بيعدي ازاي، ولا وحشتيني، ولا تسلم ايدك، ولا البيت نظيف، ولا اللقمه حلوه. فالكلام ده مضايق ام ياسين ومخلي فيه مشاكل بينهم وبين بعض باستمرار. يا ابو ياسين بالله عليك اديهم وقت يا اخي. لو بتقعد ساعتين على النت خلي ساعه للنت وساعه لام ياسين، والعب مع ياسين شويه الامور تمشي. ما علينا، ما نروح فينا خالد؟ نروح اسكندريه وناخد مصطفى. يا مصطفى. الو يا مصطفى، ازيك؟ ازيك يا شيف رفعت؟ ازيك يا درش يا صاحبي يا سيد الناس؟ يا مصطفى ده حبيبك يا ديشا يا حبيبي. ازيك يا ديشا؟ ازيك يا رفعت؟ ايه المفاجاه الحلوه دي يا مصطفى؟ والله انا بقلب التلفزيون لقيت انت كنت مع، لازم اكلمه يا حبيبي. ده انت اللي معلمني الشغل يا مصطفى. لا يا تيشا يا حبيبي على وضعك. منور والله يا شيخ، عامل ايه؟ يا رب يسعدك يا مصطفى، وحشني والله. والله انت اللي وحشني، خد رقمي بقى. طيب يا حبيب قلبي، شكرا ليك يا ديشا. حبيبي يا ديشا، نورتنا ونورت الاستديو يا ديشا. شكرا ليك شكرا ليك يا صاحبي. قلنا الكفته بتتعمل ازاي، كفته الفراخ يا جماعه. جبنا صدور فراخ وجبنا شيش تاووك، صدور فراخ وشيش تاووك. قلنا الشيش التاووك ده ايه؟ اللي هو ورك الفرخه المخلي. ليه بنجيب فراخ وبنجيب صدور؟ عشان هتمسك بعضها كده ويبقى طعمها حلو طعمنا. لو عندك فرخه كامله برضو تعمل بيها الموضوع. وبنجيب الكبه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وهننزل اهو السهل الممتنع يا خالد السوليه، ما نزودش علشان نعمل ايه؟ علشان برضو الكبه ما توقفش مننا وتعطل مننا. هنديها بصل ونديها فلفل رومي ونديها فلفل رومي وفلفل حامي، ونديها توم ونديها بصل والبهارات الجميله بتاعتها. ومعانا مين يا خالد السوليه؟ نروح الدهليه وناخد شاهد. يا شاهد. الو يا شاهد، ازيك؟ ازيك يا شاهد؟ اخبارك ايه يا شاهد؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ انا كويس يا شاهد، انت اخبارك ايه؟
الحمد لله. عايزه اقول لك ان انا ماما كل ما اشوف وشي تقول لي ذاكر. اه ما هو ده مش الموضوع ده عامل معاكي مشكله يا شاهد ولا لا؟ اه والله العظيم بقول لك كل ما اشوف يعني. طب هي هي سامعانا دلوقتي؟ يا شاهد ماما سامعانا دلوقتي ولا ايه؟ مش عارفه. لا يا نايمه. طيب اكيد هي سامعانا دلوقتي يا حبيبتي، ابعت لها لنا رساله دلوقتي. يا ام شاهد ايه المذاكره؟ زي ما قلنا مش بالوقت الكبير، سيب الشاهد تاخد راحتها، لو ذاكرت وهي مركزه 10 دقائق في اليوم هتستفيد، ولو قعدت 10 ساعات من غير تركيز ولا هتستفيد باي حاجه. فالمذاكره مش بالوقت الكبير، خليها تتنوع في الوقت بتاعها، شويه ضحك، شويه جد، الدنيا تمشي. شكرا ليك يا شاهد وشكرا لمامتك. معانا مين يا سوليه؟ نروح المنوفيه وناخد صديقتنا سما. يا سما. ايوه حضرتك. يا سما. الو. يا سما ازيك؟ الو. ايوه يا شوش. عامل ايه يا سما؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ انا كويس طول ما انت كويس. الله يخليك الله يخليك. اتفضلي. عايزين فراخ كفته مشويه. كفته المشويه؟ طب ما تعملي كفته فراخ. انا بعمل كفته فراخ النهارده، ايه رايك فيها؟ حلوه جميل. يا حبيب اي حاجه بتعملها حلوه يا شيخ. يا حبيب قلبي كلك ذوق. شكرا ليكي وشكرا لك. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه، بصل مبشور او بصل هنضربه في الكبه، هنضرب بصل وفلفل رومي وفلفل حامي وتوم وبقدونس وصدور فراخ وشيش تاوك كله مع بعضه، وياخد ايه تاني؟ وياخد بصومات عشان يبقى ماسك نفسه كده، ومعلقه زيت. ليه معلقه زيت؟ عشان يبقى كده ايه، طاري كده وحلو وفيه اللمعه الجميله بتاعته. ومعانا مين يا خالد يا سوليه؟ نروح الفيوم وناخد صديقنا يوسف. يا يوسف. يا يوسف. الو. ازيك يا شفرافه؟ ازيك يا يوسف وزي مامتك؟ كويس يا ربي دايما على طول. اتفضل يا يوسف. انا بابا سلام من ست ام حسن، بقول لها كل سنه وهي طيبه عشان رمضان. يا رب يخليك. اكيد هي سامعاك. بابا الدهاني. يا رشا. ازيك يا حبيب قلبي؟ يا رب ما يحرمني منك ابدا يا رشا، على طول تكلميني كده وتسالي عليا. ربنا يخليك يا حبيب قلبي، وحبيت اقول لك كل سنه وانت طيب، ووحشني والله من امبارح. معلش بقى انا مقصر في حقكم شويه يا رشا غصب عني. شكرا ليك يا رشا وشكرا لاتصالك. معانا مين يا سوليه؟ نروح القاهرة وناخد صديقتنا أم وليد. يا أم وليد. ألو. أيوة معاك يا شيف، عامل إيه؟ إزيك يا أم وليد، أخبارك؟ يا شيف عامل إيه؟ يا رب يسعدك ويسعد وليد. وليد كام سنة قولي لي؟ بقولك يا شيف، أنا ممكن بس أطلب منك كلام؟ اتفضلي يا حبيبتي. أنا جوزي محبوس وبقاله 7 سنين ومعايا ولد. ماشي. لو أي حد يقدر يساعدني. طب يا حبيبتي سيبي رقم تليفونك طيب، ونشوف لو حد يقدر يساعدك يبقى كتر خيره. يا ربنا يفك حبسه كده ويرجع لك يعيد حتى العيد اللي جاي ده مع ابنك ومعاكي. شكرا ليك يا ست الكل. معانا مين يا سوليه؟ طبعا يا جماعه نروح فين؟ نروح هنا وناخد عابدين صديقنا. يا عابدين. يا عبد يا عابدين. يا عابدين. طيب حاول تكلمنا تاني يا عابدين. شكرا ليك. الجزر يا جماعه بيغلي، نزلنا بايه تاني يا جماعه؟ الكوسه السوتيه، جزر، فاصوليا خضراء، نزلنا بالكوسه، ده الخضار اللي موجود في الثلاجه عندنا. حد يقول لي هو السوتيه ياخد اكتر من كده؟ ياخد اكتر من كده لو فيه يعني اي حاجه موجوده هياخدها. في بطاطس ياخد بطاطس، في بروكلي ياخد بروكلي، في ارنبيط ياخد ارنبيط. طيب نعمل ايه تاني؟ مكرونه بتتسلق نقلبها تقليبه اهي عشان ما تلزقش، اديناها معلقه زيت 10 دقائق و10 دقائق. طيب الكفته هنعملها ازاي؟ صدور فراخ مخليه، شيش تاوك اللي هو الجزء بتاع الفرخه الورك بنخليه، بنديله بصل وبنديله توم، فلفل الوان وفلفل حامي وبقدونس اخضر والبهارات الملح والفلفل والكمون والشطه والبابريكا، ونديله كمان اللي هو البصومات عشان يمسك نفسه معلقه زيت. ونضرب اهو بقى ضربه مربحا وبالراحه كده على الكبه اهو. السلام عليا. ولازم يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه روح يا جماعه في الاكل. زي ما انتم شايفين ده ايه؟ شويه بصل اهو. شويه بصل عشان الناس بتقول لي انت ما بتقولناش انت بتعمل ايه؟ انا اهو كل حاجه انا بقول لكم عليها اهي. نضرب. طب حد ما عندوش المضرب اللي انا بضرب بيه ده ينفع يضرب خلاط؟ ينفع يضرب خلاط. طيب ينفع يجيبه جاهز؟ ينفع يجيبه جاهز. ما نزودش برضو عشان ايه الكبه ما تضربش مننا.
حبيبي. زي ما انتم شايفين. ليه بقى مش هتقدر تضرب كده؟ عشان احنا زودنا فيها شويه. هنبدا نخف من عليها شويه. معانا حد يا سوليه؟ يا سوليه نروح المنصوره وناخد ام عبد الله. يا ام عبد الله. ايوه انت الشيف رفعت. ازيك يا ام عبد الله، اخبارك؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ انا كويس طول ما انت كويسه، اتفضلي. الله يسلمك، نور الشاشه يا رب يسعدك يا ام عبد الله. الو، معاكي سامك يا ام عبد الله. ايوه يا شيخ، سامعك. نفسي قوي ابقى صديقة البرنامج والله. يا حبيب قلبي، مجرد اللي انت اتصلت بينا انت صديقة البرنامج. ما انا بحاول والله، طول ما انا بسمع البرنامج مش عارفه اكلمك خالص. يا رب ايدي على التليفون. يا رب يسعدك، الحمد لله وصلت لنا، واتفضلي. تسلم ايديك يا شيخ على الاكل، والله جميل. يا رب يسعدك ويخليكي. شكرا ليك يا ام مصطفى وشكرا لاتصالك. ونبدا برضو اهو نضرب اهو يا جماعه، ما نزودش علشان ايه؟ اهو اديله الهزه كده عشان ايه؟ كله يجيب بعضه. اهو نديله ايه تاني يا سوليه؟ اهو ونديله برضو ايه؟ معلقه زيت كده تسهل الدنيا، زي ما قلنا هنديله زيت معانا، معلقه زيت كده ايه؟ تسهل الدنيا يا جماعه وتخلي الاكل طعمه حلو وسهل. قلنا بيتعمل ازاي؟ كفته الفراخ، كفته الفراخ قلنا. حد سامعني؟ معانا حد يا سوليه؟ يا ندى، نروح المنيا وناخد ندى. يا ندى، يا ندى، ازيك يا ندى؟ الحمد لله تمام، اخبارك؟ الحمد لله يا ندى، والله فضل ونعمه من الله. انا عايزك ترجع ترقص تاني يا سيف. ما انا بغني اليومين دول بقى عشان داخلين على امتحانات. لا عايزك تغني وترقص. طيب ماشي، هعمل كده النهارده، اعمل لكم اغنيه بنت جنيه النهارده على الامتحانات. بقالي يومين سهران فيها بعملها، الحمد لله خلصتها النهارده، وفي الرمق الاخير من الحلقه هغنيها لكم ان شاء الله. ماشي يا شيخ، سلمنا على الحاجه ام حسن وعلى رشا ومروه. شكرا ليك وشكرا لاتصالك، اكيد هم سامعيني، كتر خيرك. معانا مين يا سوليه؟ طب يلا اهو هقف الضرب. يلا ايه؟ ما لسه هيخلص براحتك، هياخد وقت بقى عشان ايه؟ البتاع ده تعبان ولا ايه يا سوليه؟ ده عشان كده. بص ساب الرباط ساب بتاعه، هنبدا نضرب تاني يا جماعه ما تقلقوش. معانا مين يا سوليه؟ نروح اسكندريه وناخد ام محمد. يا ام محمد، يا ام محمد. ايوه ازي حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا ام محمد؟ ايوه ازي حضرتك يا شيخ؟ يا رب يسعدك. عامل ايه؟ انا كويس والله. انت دمك خفيف قوي. يا رب يخليكي. والله احنا مش بنهم الاكل، اهم شيء اهم شيء الاغنيه والرقص الحلو ده اللي انت. هوبا بقى هوبا بقى هوبا بقى، ايوه كده ايوه كده، مش هتاخد منها حاجه. وبص حضرتك، هو سوسيه ده بتاع الكوره؟ سوسيه ده بتاع الكوره؟ السوليه اخوها بيلعب كوره في النادي الاهلي. شكرا ليك وشكرا لاتصالك. ايه يا سوليه هتكسبه النهارده ولا ايه؟ انا مش عارف اخوك بيلعب في الاهلي وانت زملكاوي ازاي؟ نفسي افهم يعني، ده الجديد اهو يا جماعه. هوبا هوبا اهو بيعلق يا خالد، ده بيعلق يا خالد. امال انا مش جايبه من البيت، كان ايه اللي حصل؟ اي يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. اي زي ما انتم شايفين اهو بنحاول نضرب بالكبه، الكبه ضعيفه شويه. اطلع فاصل يا سوليه وارجع لي بعد الفاصل اكون انا خلصت الهيصه دي كلها. يلا يا سوليه تعالى يا امير صف السوس. هذا البرنامج برعايه سلسله مطاعم مبروك، كل اللي نفسك فيه هتلاقيه. الفرع الرئيسي 6 اكتوبر الحي 11 شارع التعاونيات عماره 64. هذا البرنامج برعاية طبعا زي ما انتم شايفين احنا بنعمل ايه، بنحط كتير في الكبة خالد او حاجة زي كده
هنقل شويه ونبدا نضرب، بس اكيد الكبات اللي عندكم في البيت احسن من الكبه اللي انا بضرب بيها دي، او خلاط او تجيبوه جاهز من عند الراجل بتاع الفراخ. دلوقتي كله دلوقتي عنده مفارم، ممكن يفرم ويدي لك الحاجه على طول، السهل الممتنع. وزي ما انتم شايفين بتاخد بصل مبشوق، بصل، بتاخد ثوم، فلفل رومي وفلفل حامي، وتاخد ايه تاني يا سوليه؟ وتاخد بقى معلقه الزيت الجميله بتاعتها، البهارات، والبقدونس هنعمه بعد ما اضربه. هيبقى السهل الخفيف الممتنع. يلا بقى ما تكسفناش. معانا حد يا سوليه؟ نروح اسيوط وناخد ام احمد. يا ام احمد ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ام احمد؟ اخبارك عامل ايه؟ ما عندكيش كبه حلوه عن الكبه اللي انا بضرب بيها دي يا ام احمد؟ ايه؟ ما عندكيش كبه في البيت ولا خلاط يكون كويس شويه؟ عندي، تعالى خد. طب ابعتي لي واحد اضرب فيه الكفته. انا مكلمك كل يوم يا شيخ وانت مش بتجيب اسم خالص. يا حبيب قلبي، ده في اول الحلقه لو انت اتفرجت عليا انا قلت اسمك. والله انا يعني شوف على طول متابعك واولادي كلهم يحبوا خالص. يا حبيب قلبي ده شرف ليا، ده شرف ليا. يا رب على طول كده تتابعينا وعلى طول تكلمينا. ايه رايك في الكفته بتاعت النهارده؟ ما اقول لك والله مجد، والله معايا بنت دي لها سنتين ما جاش يجهز، يا ريت حد يقدر يساعدني. طيب يا حبيب قلبي سيبي تليفونك وان شاء الله نتواصل معاكي، لو في حد بيسمعنا يقدر يساعدك يبقى كتر خيره. طبعا هنعمل ايه؟ احنا عشان الكبه على القد كده، بس انا قلت لكم الطريقه بتتعمل ازاي وهمشي ده برضو. اهو اللي هي الخشن او اللي ما اتضربش ده هخليه بعيد خالص عن الشغل بتاعنا. هندي له ايه بقى تاني يا خالد يا سوليه؟ هندي له بقدونس اخضر، وندي له الملح والتوابل الجميله بتاعته. اهو طلع زي ما انتم شايفين العجينه اهي. يا سلام بقى لو تتحط في الثلاجه شويه تبقى احلى كفته ممكن تاكلها. معانا مين يا سوليه؟ نروح المنوفيه وناخد دعاء. يا دعاء، يا دعاء ازيك؟ ازيك يا شفرافه؟ اخبارك ايه يا دعاء؟ الله يسلمك يا رب دايما على طول. كويس الحمد لله، انت اللي عامل ايه؟ انا كويس يا دعاء والله. انا بحبك موت يا شفرافه. بتكلمي جد؟ يا دعاء بحب كل حاجه فيك. بتكلمي جد يا دعاء؟ اه ده انت بتعكس كل الاهل وكل حاجه. ده انت بكلمك جد يا شفرافه. ده دي معاكسه يا دعاء ولا ايه؟ ايه؟ دي معاكسه ولا ايه بقى؟ لا لا احب اقول لك جوزي ما بيقوليش اي حاجه، واقف جنبي يضربني. يعني جوزك سامعك وانت بتقول الكلام ده؟ يا دعاء، يا دعاء قاطع الدعاء. يا رب يا دعاء يكون جوزك سامعك وانت بتقول الكلام ده يضربك ويقول لك روح عند امك. يلا شكرا ليك يا دعاء وشكرا لاتصالك. زي ما انتم شايفين السهل الممتنع اللي احنا بنعمله. المكرونه اتسلقت والسوتيه اتسلق، هنعمل ايه تاني يا سوليه واحنا شغالين؟ هنقطع بقى البقدونس وندي التابله او التوابل الجميله للكفته. ومعانا مين يا خالد يا سوليه؟ نروح اسكندريه وناخد صديقتنا ام احمد. يا ام احمد ازيك يا شيف رفعت؟ انت فينك يا ام احمد واختك عامله ايه؟ عامل ايه؟ انا كويس طول ما انت كويسه والله. الله يخليك يا شيف رفعت. يا رب يسعدك. عايزه بقى سلامي لام حسن ورشا وشروق ويوسف واختي نجاه. اختك عامله ايه الاول؟ نعم اختك عملت ايه؟ لا الحمد لله والله كويسه الحمد لله. تمام الامور حلوه يعني؟ لا الحمد لله والله. يا رب دايما على طول يا ام احمد. يا رب دايما على طول. يا رب يا رب يخليك. شكرا ليك يا ام احمد وشكرا لاتصالك. بقدونس بنعمه اهو. ما ضربتش ليه البقدونس يا خالد يا سوليه في الكبه؟ علشان يبقى خشن وماسك نفسه وباين في العجينه اللي احنا عاملينها. نعمناه بالسكينه اهو. بقدونس ممكن نديها كزبره، ممكن نديها كزبره برضو حسب ما انت عايز. اهو السهل الممتنع يا خالد يا سوليه. معانا مين يا سوليه؟ نروح القاهره وناخد صديقتنا فاطمه. يا فاطمه، يا فاطمه، يا فاطمه ازيك؟ ايوه يا فاطمه ازيك؟ ايوه الحمد لله كله تمام. ايوه معايا. اتفضلي. شكرا ليك يا فاطمه. بحط ايه يا جماعه؟ ملح، فلفل، كمون، شطه، بابريكا والبصومات. وبعد كده بنعمل ايه؟ معلقه زيت، واديتها البقدونس، خدت البصل، وخدت الفلفل الرومي، وخدت الفلفل الحامي، وخدت الثوم، وهنديها معلقه زيت كمان. يبقى هو ده
المفروض بقى تقعد في التلاجة. ايه يا جماعة؟ تقعد في التلاجة نص ساعة عشان يبقى فيها عرق، وانا بحطها او انا بحطها على السيخ بتاعي او بصبحها تبقى سهلة معايا، مفيش فيها ادنى مشكلة يا خالد يا سولية. وببدأ اقلبها زي ما انتم شايفين اهو. يبقى احنا الكفتة عرفنا الكفتة بتتعمل ازاي، السهل الممتنع. والمفروض انا لما اقلبهاش بمعلقة ولا حاجة اقلبها بايدي، فانا هقلبها بايدي بقى وخلاص، ورزقنا ورزقكم على الله. نعملها اهي احلى عجينة ممكن تعمل بيها الكفتة اهي. صدور فراخ مخلية وشيش تاووك مخلي، زائد بصل، زائد توم، فلفل رومي، فلفل حامي، معلقة زيت، بصمات، ملح وفلفل وكمون وشطة وبابريكا وكمون. ادي الموضوع السهل الخفيف الممتنع. ونروح الجيزة ناخد مين؟ يا احمد صديقنا، يا احمد يا صديقي، يا احمد رحت فين يا احمد؟ شكرا ليك يا احمد وشكرا لاتصالك. نروح بقى شبرا وناخد صديقتنا الحاجة فاطمة. يا حاجة فاطمة، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا حاجة فاطمة؟ عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني كتير. عامل ايه يا امي؟ انت اللي فينك؟ والله العظيم بتصل كتير بس مش عارفة اوصل لك خالص. الواد السولية يا حاجة. ربنا يخليه يا رب. يا رب يا رب يسعدك يا ست الكل. يا رب يخليك، يا رب يخليك يا حبيبي، يكبر خاطرك يا رب. يا رب يكرمك، يا رب يكرمك يا رب. الله يخليك يا شيخ. الله يخليك، انا بطمن عليك يا حبيب قلبي. كتر خيرك وشكرا ليك وشكرا على ذوقك واتصالك. شكرا ليك يا امي. المكرونه يا سوليه اصفيها؟ لا هسيبها شويه. فين بقى؟ طبعا عندنا بقى اللي هو الايه، الفروت ستيك اللي هو الكبير ده، نبدا نعمل فيه ايه يا سوليه؟ اهو هنبدا نصبع واقول لكم التصبيع ازاي. لو انت المفروض العجينه عشان تمسك هنا نعمل ايه يا سوليه؟ تقعد نص ساعه في الثلاجه. يعني اللي انا بعمله دلوقتي ده غلط. ليه غلط؟ المفروض يبقى فيها عرق. العرق يجي ازاي؟ اللي هي تتحط في الثلاجه نص ساعه تمسك نفسها، عمرها ما تسيب منك من على السيخ اهو زي ما انتم شايفين. الواد امير بيقول لي نظف المطبخ. نظف المطبخ اعمل ايه؟ من الورق والحاجات الواقعه دي؟ ده بقدونس اخضر اهو، شايفين يا جماعه اهو. تقعد كده قد ايه يا خالد السوليه في الثلاجه؟ نص ساعه سوليه عشان يبقى فيها عرق، نص ساعه. طب لو انا نزلت بيها على طول كده هتفك معايا. يبقى قلنا الامور سهله اهي وخفيفه، وكلنا نقدر نعمل الكفته النهارده. صدور فراخ مخليه وشيش تاووك ننزل بيه كله مع بعضه في الكبه، مع بصل، مع توم، فلفل رومي وفلفل حامي، بقدونس اخضر، بتاخد بصمات وبتاخد زيت وبتاخد ملح وفلفل وكمون وشطه، وتاخد بابريكا السهل الخفيف الممتنع اهو. تصبيح سهل خالص اهو، سهل خالص. نعمل ايه؟ تقعد في الثلاجه نص ساعه علشان يا امير ما تعملش ايه؟ ما تفكش مني يا نرمين. وانا بعد ما تصبع، قبل ما تصبع، اي حاجه انت عايز تعملها، المهم تقعد في الثلاجه نص ساعه عشان يبقى فيها عرق قبل الشاوي. قبل الشاوي تتاخد بقى على جريلا، تتاخد في طاسه، تتاخد في الفرن، تاكلها نيه اختياري. معانا مين يا سوليه؟ نروح المنوفيه وناخد الهام. يا الهام، يا الهام، ازيك يا الهام؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. سعيد، تعالي كل كفته. يا ريت. عندي مكرونه بشاميل. عامله ايه؟ مكرونه بشاميل. اه مكرونه بشاميل. طب ما تيجي تجيبي المكرونه وتيجي تاخدي كفته. تحياتي والله، انا موافقه. يا رب يخليك يا الهام ويسعدك. يا رب يسعدك يا الهام، شكرا ليك. ايه الجلابيه الجامده دي؟ اه ايه رايك بقى؟ لابس احمر النهارده عشان الاهلي اهو. شكرا ليك يا الهام وشكرا لاتصالك. اهو السهل الممتنع زي ما انتم شايفين، هنضربها في خلاط، نضربها في كبه، نجيبها جاهزه من عند الراجل الفرارجي او عنده مفرمه، نخليه يعملها لنا واحنا ندي عليها شويه التحابيش، الاضافات البسيطه دي هتطلع حلوه وسهله وجميله وطعمه. السهل الممتنع بعمله لكم النهارده اهو. كل كفته بالهنه والشفاء عليكم وعلى اللي هتعملوا له. ومعانا مين يا سوليه؟ نروح القاهره وناخد ام محمد. والمكرونه اتسلقت يا خالد اصفيها، ما تبعت لحد صفوها لي يا خالد. معانا مين يا خالد؟ نروح القاهره وناخد ام محمد. يا ام محمد، يا ام محمد، ازيك يا ام محمد؟ ازيك يا شيف؟ اخبارك ايه؟ بقول لك يا شيف، انا غلبانه جدا
ساكنه في اوضه تحت السلم وشالوا التمويل عن عيالي الاثنين من غير اي سبب. طيب ايه المطلوب قولي لي؟ سامعني يا شيخ؟ انا سامعك يا حبيب قلبي، محتاجه حد يساعدك. شالوا العيش وشالوا التمويل، كانوا ظروفه جامده، كان اصلا هو كان عنده شقه وهو اساسا باعها. طالما صاحب البيت. يقول لك عنده عداد ولا مش عارف عداد، ما هو باع الحاجه وسايبهم باعهم من سنتين. وطبعا دفعوا العيش عن بنتي والتمويل عن بنتي والعيش وكله، ما فيش ولا سكنه تحت السلم وغلابه جدا. طيب شكرا ليك وشكرا لاتصالك. الاستاذ هاني الدباني قاعد دلوقتي في الكنترول، المدير التنفيذي للقناه، يعني صديق فاضل اخي عزيز. لو يقدر تساعدنا يا استاذ هاني او بعلاقاتك الكويسه، احنا عارفين ان علاقاتك كويسه بكل المسؤولين، في حاله محتاجه مساعده هيت، لو محتاجه مساعده احنا ما بنطلبش، لو هي محتاجه صح زي ما هي بتقول يبقى كتر خيرك لو ساعدتنا او شفت حد يساعدنا. شكرا ليك يا امي وربنا يفرج عنك وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن. معانا مين يا خالد السوليه؟ نروح اسماعيليه وناخد ام زياد. يا ام زياد. يا ام زياد. ايوه يا شيخ رفعت. ازيك يا ام زياد؟ الله يخليك يسلمك. اتفضلي. عايزه طريقه تخليل الملوحه. الملوحه؟ عينيا يا حبيب قلبي شكرا ليكي. حد بياكل ملوحه في الحر ده؟ درجه حراره 34 النهارده. وشم النسيم بقى ماشي، عينينا نعمل حلقه شم النسيم كلها ملوحه، بس شم النسيم هيبقى في رمضان ولا قبل رمضان يا خالد؟ قبل رمضان. زي ما انتم شايفين اهو بقى كفته كتير، بس طبعا زي ما قلت لكم عايزه تقعد في الثلاجه عشان ما تفكش مننا. الواد امير واقف على الكاميرا بيقول الشكل مش حلو، نظف او ظبط الدنيا. حاضر يا امير، هصفي المكرونه وامسح الكاوتر والامور السهله كلها موجوده اهي. المكرونه بصفيها، واسلام ولا امير ولا حد موجود معانا هنا. بعد ما بنصفي المكرونه زي ما انتم شايفين كده من الميه، بنعمل فيها ايه يا خالد السوليه؟ بنديها معلقه زيت علشان ما تلزقش مننا، يبقى السهل الخفيف الممتع وكلنا نقدر نعمل المكرونه، كلنا نقدر نعمل مكرونه. والكفته هنعملها دلوقتي، هنعمل الكفته. ارجعي لي يا نور، خلاص انا صفيت وطلعت من تحت الكونتر، مفيش حد خد باله انا صفيت ازاي ولا عملت ايه. نظبط الكوتر وناخد مين يا خالد السوليه؟ نروح القاهره بقى وناخد صديقتنا فاطمه. يا فاطمه، طب حاولي تكلمينا تاني يا فاطمه، يبقى كتر خيرك. السهل الممتنع يا جماعه في الاكل اهو، والمطبخ سهل، اوعى حد يخوفكم المطبخ يقول لكم الاكل صعب، الاكل بمقادير. نرجع ناخد فاطمه من القاهره ونسالها الاكل عامل ايه معاك يا فاطمه. يا فاطمه، يا فاطمه. ايوه. ازيك؟ الو يا فاطمه. ايوه حضرتك. وطي التلفزيون يا فاطمه. الحمد لله. وطي التلفزيون شويه. سامعك سامعك يا حبيبتي، اتفضلي. الو. سامعك يا فاطمه. ايوه سامعك يا حبيبتي، اتفضلي. ترى البشاميل بتتعمل ازاي؟ البشاميل بتتعمل ازاي؟ حالا حالا دلوقتي يا ست الكل. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. بنعم بس تومايه وبصلايه للصلصه اللي احنا هنعمل بيها المكرونه، وهنعمل برضو السوتيه. هقول لكم السوتيه بيتعمل ازاي، خليكم معايا برضو خطوه بخطوه عشان طعمه يبقى حلو وطعمه يبقى جميل. طاسه فاضيه بنحطها على النار، التوم زي ما انتم شايفين بنقطعه التقطيع الصغير، وقلت لكم بيتقطع تقطيع الصغير ازاي. هاخدوا زيت زيتون وشويه خل وملح وفلفل وانزل بالسوتيه، احلى طبق سوتيه ممكن تاكله. معانا مين يا خالد السوليه؟ نروح الفيوم وناخد شروق. يا شروق. الو. يا شروق ازيك؟ ازيك يا شيخ رفعت؟ اخبارك ايه يا شروق؟ كله تمام؟ الحمد لله كله سلام. وانت طيب؟ وانت طيبه، تعود عليك الان بخير يا شروق. ممكن ابعت سلام لام حسن ولام احمد. ومين تاني؟ قلطنطة اشجان. والله عليك اشجان حبيبتنا وصاحبتنا، شكرا ليك يا شروق وتحياتنا لمامتك واخوك يوسف. زيت الزيتون بناخده زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه تاني يا خالد السوليه؟ هننزل بالتومه، وبعد ما ننزل بالتومه هنعمل ايه؟ هقول لكم احنا هنعمل ايه. والبشاميل اللي طلبت على الشاشه عايزه حاجه نرميه، بصلايه البشاميل اللي موجوده على الشاشه اهي، بصلايه بقطعها التقطيع اللي انتم شايفينه ده عشان اعمل بيه ايه يا خالد السوليه؟ علشان اعمل بيها شويه المكرونه والجمال بتوعنا. السهل الممتنع برضه اهو، البصلايه بتتقطع كده السهل خفيفه خالص اهي، هنعمل بيها الصلصه بتاعه الطماطم في طاسه ثانيه، وكلنا نقدر نعمل كده، كلنا نقدر نعمل كده. معانا مين يا سوليه؟ نروح الاقصر وناخد عفاف. يا عفاف.
يا عفاف. يا عفاف ازيك؟ يا عفاف يا عفاف يا عفاف. انت فين يا عفاف؟ ازيك يا شيف؟ ازيك يا عفاف اخبارك؟ الو يا عفاف ازيك؟ عامل ايه؟ انت عامله ايه يا عفاف؟ الحمد لله الله يخليك. يا رب دايما. انا كويس يا عفاف والله. الو سامعك يا عفاف. مني يا شيف؟ ايه يا حبيبتي؟ الو سامعك والله. قولي قبل ما السوليه يقطع الخط عليكي. قطع الخط عليك السوليه. انا قلت لك السوليه ربنا يخلص منك بقى يا سوليه. طبعا نعمل ايه تاني يا سوليه بقى؟ ايه شويه حركات كده على السريع. هوبا نرميه خليكي معايا. هوبا يا اولاد الايه شايفين يا جماعه؟ ادي الطشه اهي الجميله بتاعت الشوات السوتيه اللي احنا هنعمله السهل الممتنع يا خالد يا سوليه. اطلع فاصل يا سوليه وارجع لي ابعت لي المايك عشان اغني بقى لاخواتنا سوليه. شكرا ليك يا سوليه. هذا البرنامج برعايه سلسله مطاعم مبروك. كل اللي نفسك فيه هتلاقيه. الفرع الرئيسي 6 اكتوبر الحي 11 شارع التعاونيات عماره 64. جميله. ده تأليف يا جماعة بقالي أسبوع عمال أشتغل في الأغنية. مكرونة هي خلصت والسوتيه خلص أهو والكفتة على النار. شايفين شوية مكرونة سولية؟ حط تاني سولية ولا إيه؟ أهو ولا نسيب استني بقى شوية تانيين للسولية تحت أهمت. السهل الممتنع السوتيه خلص والمكرونة خلصت والكفتة على النار شغالة أهي. السهل الممتنع معانا مين يا سولية؟ نروح أسوان وناخد منى. يا منى يا منى. الو يا منى ازيك؟ الو ايوه يا منى اخبارك؟ ايه عامل يا كيف اخبارك ايه يا منى؟ الحمد لله. ايه عامل انت؟ كويس؟ انا كويس طول ما انت كويسه يا منى. كويس زي صحتك. يا رب يسعدك. ما شاء الله الله اكبر عليك يا كيف. يا رب يسعدك يا ست الكل. خليك يا رب. عايزه طريقه عجينه السمبوسه يا كيف. السمبوسه عينينا ليكي عينينا ليكي. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. السمبوسه يا جماعه انا لما باجي اعملها كده بيبقى طعمها حلو. بديها دقيق وبديها لبن وبديها بيض ورشه الملح الجميله بتاعتها وبعجنها وبفرتها. بديها بيض وبديها لبن وبديها دقيق وبفرتها كويس وشويه ميه كده مع اللبن عشان تفك معايا ورشه ملح. ما بتاخدش لا بيكنج باودر ولا بتاكل خميره ولا بتاخد اي حاجه. بفرتها كويس وابدا اعبيها وانزل بيها في الزيت. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. معانا مين يا سوليه؟ نروح المنوفيه وناخد ام سميه. ام سميه يا ام سميه. يا ام سميه يا ام سميه. الو الو يا ام سميه. ازيك يا شريف؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ام سميه اللي معايا ولا مين؟ انا ام سميه. ازيك يا ام سميه اتفضلي. الو سامعك والله اتفضلي. انا دلوقتي انا محتاره اعمل ايه الاكل. اكل ايه؟ مش عارفه اعمل ايه. طب ما تعملي اعمل ايه الاكل؟ ما تعملي كفته الفراخ اللي انا بعملها دي. لا ولادي ما بيحبوهاش. ما بتحبهاش؟ طب ما تعملي لهم برجر. طب حضرتك يا شيف رفعت انا عايزه اسالك على حاجه. قولي. عندي خالتي بطنها كبير. يعني عامله زي البالونه كبيره كده. خالتك عندها كام سنه الاول؟ نعم. خالتك عندها كام سنه؟ 54 سنه. 54 سنه؟ طيب. فهي يعني بس مش عايزه تعمل رجيم ولا الحاجات دي، يعني مش عايزه تروح ساونه. حلو. طيب هقول لك انا دلوقتي تعمل ايه. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. خالتك بتشتكي وزي ما معظمنا بيشتكي يا خالده سوليه من البطن الزياده او الزياده في منطقه البطن. طيب ومش عايزيننا نعمل رياضه ولا عايزين نروح لدكتور. احنا ما قلناش هنروح لدكتور، احنا قلنا هنعمل ايه؟ هنظبط الاكل بتاعنا وعدد ساعات نومنا وناخد مشاريب حرق الدهون اللي احنا بنقول عليها. طيب تمارين البطن احنا ممكن نعمل تمارين بطن واحنا قاعدين في البيت. ممكن نعمل تمارين بطن واحنا قاعدين في البيت مفيش فيها ادنى مشكله. وناخد شمر مع روزميري مع زعتر مغلي وننقعه في الميه لمده 6 ساعات او 12 ساعه
ونبدا ناخد كوبايه على ريق النوم وكوبايه قبل النوم، هتلاقي الامور اتظبطت معاها والبطن راحت. بس لازم تمارين رياضيه عشان، او نلعب رياضه بطن عشان البطن تروح. شكرا ليك وشكرا لاتصالك معانا. مين يا خالد السوليه؟ نروح الاقصر وناخد ام احمد. يا ام احمد، يا ام احمد ازيك؟ يا ام احمد ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ اخبارك ايه يا ام احمد؟ الحمد لله يا حبيبي، انت منور الشعب. يا رب يسعدك يا ام احمد ويخليكي، ومال الدنيا بهجه وفرحه والله. يا رب يخليكي يا ام ويسعدك، ربنا يكرمك يا ابني زي ما يا رب يخليك يا ست الكل ويسعدك. كفايه ضحكتك الحلوه والله. يا رب يخليكي، شكرا ليك يا ام احمد وشكرا. انا بكلمك يا ام احمد، ربنا يكرمك يا ابني والله. يا رب يسعدك يا ام احمد ويخليكي، شكرا شكرا ليك يا ام احمد وشكرا لاتصالك. على طول تكلمينا كده وتنورينا. معانا مين يا سوليه؟ طبعا اللي باصص على الكفته دلوقتي بتلزق مني ليها سوليه، عشان الكفته كانت محتاجه تقعد في الثلاجه شويه. ببركوا برضو واقول لكم عيوبها ايه، لو انت ما سبتهاش تقعد في الثلاجه هتلزق منك على الجريلا زي ما هي لاصقه مني دلوقتي. فكانت، بس انا قلت لكم الطريقه بتتعمل ازاي. بعد ما بتضربها في الكبه تحطها في الثلاجه نص ساعه على الاقل خالص، عشان ما تسيبش منك زي ما هي سايبه مني ومطلعه عيني دلوقتي. معانا مين يا سوليه؟ نروح اسكندريه وناخد ام محمد. يا ام محمد. ايوه السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي. يا ام محمد. ايوه. ازاي حضرتك؟ سامعك. ازاي حضرتك؟ اتفضلي. كيف؟ يا رب يسعدك. عايز اعرف الكفته اللي بتعمله ده لازم تتسلى الاول قبل احطه في الكبه. ايه يا فندم؟ الكفته. مالها؟ بتعمل حضرتك دلوقتي لازم تتسلى الاول ولا تعمل ني في ني؟ نية يا حبيب قلبي، نية. ما سلقناهاش ولا عملنا فيها اي حاجه. كله ني. كله ني في ني، احنا بتوع جديد. شكرا ليك وشكرا لاتصالك. نية كده بتجيبيها من عند الفرارج، بتغسليها كويس بخل وملح وليمون وميه، واديها شويه دقيق كده عشان تروح منها الزفاره، وبعد كده تضربيها في الكبه زي ما قلت لكم بتضرب ازاي. وطلع عملنا المكرونه وعملنا السوتيه اهو، وادي الكفته شغاله. وزي ما قلنا عشان ما تفكش منكم زي ما هي فكه مني دلوقتي، نعمل ايه يا سوليه؟ نسيبها نص ساعه في الثلاجه بعد ما اضربها ضربا مربحا في الكبه. بس انا هحاول يعني ايه اتحنجل كده واطلع لكم دي برضو، يبقى شكلها حلو وجميله وطعمه. معانا مين يا سوليه؟ نروح هنا وناخد صديقي بلال. يا بلال، يا بلال، شكرا ليك يا بلال، حاول تكلمنا تاني والكفته بتفك مني. معانا مين يا سوليه؟ يا بلال، يا بلال، يا بلال ازيك؟ يا بلال ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله والله. يا رب دايما على طول يا بلال، اتفضل. والله الحمد لله، اخبارك ايه؟ انا كويس طول ما انت كويس يا بلال. عايزين نعرف يا باشا المكرونه البشاميل. المكرونه البشاميل؟ عينيا دلوقتي حالا هقول لك المكرونه البشاميل. ننزل له بقى لبلال. بلال عايز اكل بشاميل النهارده. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه الكفته اهي على النار. عملناها ازاي؟ صدور فراخ مخليه. انا بكرر اهو عشان الناس تقول لي انت ما بتقولش انت الاكل بيتعمل ازاي. بكرر اهو، صدور فراخ مخليه والبشاميل يا خالد السوليه. انزل بالبشاميل. يبقى قلنا صدور فراخ مخليه مع الوراك المخليه اللي هو الشيش تاووك، نضربه ببصل وتوم وملح وفلفل وكمون وشطه وبابريكا، معلقه زيت بصمات وبصل وثوم وفلفل حار وفلفل حامي وبقدونس. فلفل حار وفلفل حامي، فلفل رومي وفلفل حار وبقدونس. يا سوليه خليتنا ضايع الكلمتين اللي انا حافظها. معانا مين يا سوليه؟ ايه ده الحلقه خلصت؟ طب ده الكفته ما خلصتش. طب نروح بقى ناخد اتصال، اخر اتصال لينا من صديقنا احمد في الجيزه. يا احمد حبيبي يا شيف. يا احمد يا سيد الناس، عامل ايه يا كبير؟ على كوف كوفته معانا بقى. أو ألف أنا، ألف أنا. يا رب يسعدك. أنت أخبارك إيه؟ طول ما أنت كويس إحنا كويسين يا أحمد. والله طول ما أنا بسمع صوتك ببقى كويس. يا رب يسعدك يا أحمد. بس إيه الأغنية الجميلة اللي أنت منزلها دي؟ إيه بقى الجديد يا باشا؟ إحنا بتوع الجديد. إيه الدكتور إيهاب ده اللي طرقت؟ آه الدكتور إيهاب ده كان مطلع عينا أيام الجامعة، فقلنا بقى نعمل له أغنية جميلة كده. ها
حبيبي يا احمد، يا رب يسعدك. مبارك يا شيف، يا رب يسعدك يا احمد انت، وجعلك من الناس السعيده ان شاء الله. يا رب يخليك، عيالك ومراتك ووالدك ووالدتك عاملين ايه؟ كله تمام؟ والله زوجتي بعت لك تحيه، ام جنى حبيبتي، ابعت لها كده قول لها سلمنا عليها، وعلى طول كده اتكلمنا وانت اتكلمنا يا احمد. ربنا يخليكم لبعض وما يحرمكم من بعض ابدا يا صديقي. شكرا ليك يا احمد وشكرا لاتصالك. كفتة يا جماعة هي بقى مش هتطلع دلوقتي، اوعدكم اللي هي تبقى حلوة، وزي ما قلنا عشان ما تفكش مننا نعمل ايه؟ نسيبها نص ساعة، احنا استعجلنا عشان نقول لكم خطواتها بتتعمل ازاي. خلصت حلقتنا خالد؟ خلص، الوقت الجميل بيعدي بسرعة. شكرا ليكم كل متابعينا، كل محبينا في كل مكان، اللي كلمنا واللي ما كلمناش، اللي اتفرج علينا واللي ما اتفرجش، كل دعوات الشعب المصري لنادي الاهلي النهارده ونادي الزمالك بكره ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي موفق والزمالك موفق. استنونا بكره قبل ساعه من دلوقتي باكل جديد ولون تيشيرت جديد وموضوع نجود فيه مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.